بسم الله الرحمن الرحيم. أريد سيد المستشار المحترم أن أبين أن قانون المسطرة الجنائية في المادة 40 والمادة 49، المادة 40 بالنسبة لوكلاء الملك، المادة 49 بالنسبة لوكلاء العام والملك، يأخذ بثلاث آليات لاشتغال مؤسسة النيابة العامة. الآلية الأولى هي المحاضر التي يتلقاها ممن له الحق في إنجاز المحاضر. الآلية الثانية هي الشكايات بالنسبة للأشخاص الذين يدعون وقوع جرائم أضرار وما إلى ذلك. الآلية الثالثة هي آلية الوشايات. أقول الوشايات، الوشايات معناه أنها شكايات لكنها لا تتضمن هوية من وضعها أو من دعاها. إذن قانون المسطرة الجنائية يقول بذلك. كيبقى ما هو المآل الذي يعتمد بمناسبة تلقي النيابة العامة على المستويين؟ ما هو المآل ديال هذا النوع ديال الوثائق؟ الذي ينبغي أن نعلم جميعا وهو أن هناك قضاء النيابة العامة، هناك قضاء الحكم. قضاء النيابة العامة يتصرف ويتحرك بناء على مجرد الشك، الشك في أن هناك جريمة ما، باش أنه يأمر بالبحث، ويمكن أن يؤسس على ذلك البحث إما المتابعة إذا قامت قرائن تقول بأن هناك ثمة جريمة وأن مرتكب جريمة هو فلان أو علان، أو الحفظ. بالنسبة للمحاكم فإنها لا تقضي إلا باليقين، وحيثما كان هناك شك فالشك يفسر لصالح المتهم. وهنا أشير إلى مقتضيات الفصل 286 التي تؤكد على أن المحكمة إذا ارتأت أن الإثبات غير قائم قضت بعدم متابعة أو قضت بالبراءة. أشير هنا إلى مقتضيات الفصل 287 التي تقول بأن المحكمة لا تبني مقررها إلا بناء على حجج نوقشت أمامها حضوريا وشفهيا. أشير أيضا إلى أن المقتضيات التي جاءت في هذا الباب، هذا اللي هو الباب الخامس أو القسم الخامس من القانون الجنائي، جبت وسائل إثبات محددة. كاين عندنا المحاضر وحددت القيمة ديالها في الجناح وفي الجنايات، كاين عندنا الدليل الكتابي، وكاين عندنا شهادة الشهود، وعندنا الخبرة، وعندنا أيضا الاعتراف. إذن ينبغي أن نقول هنا بأنه ليس كل وشاية راها ينبغي الاعتداد بها والأخذ بها، وليس كل وشاية يمكن تركها وعدم اعتبارها. شكرا. شكرا لكم سيد المستشار لأنكم أوردتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق حينما يأتي بنبأ أو غير الفاسق حينما يأتي بنبأ ينبغي التبين. إذن التبين يكون من خلال البحث والتحري في مدى صحة ما يدعي هذا الشخص سواء كان فاسقا أو غير فاسق. ومعلوم أن الأمر حينما يتعلق بوشاية فنحن لا نعلم أهلية الأهلية الأخلاقية لمن وجهها للنيابة العامة، فقد يكون هذا الذي قلتم وقد يكون غيره. المهم هو أن النيابة العامة مؤتمنة على الدعوة العمومية التي تأسس على البحث والتحري في الجرائم، ولذلك كما قلت لا يمكن أبدا اعتماد الوشاية دائما، ولا يمكن أبدا إسقاط الوشاية دائما، لأن هناك كما تفضلت بعض لوبيات الفساد تستعمل الوشاية كآلية من آليات الإيقاع ببعض الأبرياء، ولكن أيضا كاين هناك ناس فضلاء، وكاين هناك ناس غيورين على وطنهم وغيورين على أمنه وأمن المواطنين الذين يبلغون عن الجرائم بهذه الآلية. المهم هو أن يكون هناك عندك نيابة عامة، وهناك عندك شرطة، وبعد ذلك عندك قضاء، مؤسسات تقوم بالتحري المطلوب والتمييز الضروري بين ما هو حق وبين ما هو باطل، وهذا هو التبين الذي ذكرتم. حينما تحدثتم سيد المستشار عما ينشر في الجرائد، أقول لك نتحرى في أكثر يعني من مناسبة، قلنا هذا علانية، ولكن عمليا نتحرى في كل ما ينشر في الجرائد تقريبا.
تقول يعني شكايات ديال الناس مطلوب مني بالعامة أن تقوم بالبحث في كل الشكايات التي تلقاها، وأيما نقص في هذا الباب فهو تفريط. تتحدثون عن ما له علاقة بالإيقاع أو محاولة يعني تصفية الحسابات أو ما إلى ذلك، هذه أشياء من أجلها وجد القضاء سيدي، من أجلها وجد القضاء، من أجل أن يميز بين الحقيقة من الباطل. وشكرا.